معانا على الهاتف عصام صالح صاحب مصنع اللعب، لعب الأطفال بالغربية. أهلا بيك يا أستاذ عصام. أهلا بحضرتك يا أستاذ مهاري. مبروك على المشروع، مبروك على المصنع. الله يخليك يا فندم، وشكرا لحضرتك وشكرا لكل الناس اللي دعمتنا يعني. أهلا بيك. طب قول لنا بقى إزاي جات لك الفكرة؟ والله في البداية احنا كنت شغال ببيع المنتجات ديت، كانت كلها مستوردة في البداية خالص. وكنت في فترة ما كده كان التاجر اللي بيدينا الشغل وقف الشغل، فأنا فكرت إن أنا أعمل قطعة الشغل دي عندي. فجبت عندي، كان عندي بنطلون من نفس الخامة اللي كان معمول منها اللعبة دي في الفترة دي يعني. وكانت في مكنة صياطة بتاعت والدتي، عملت قطعة صغيرة كده كانت شكلها مش ولا بد، ولكن كانت بداية كويسة. وبدأت يعني بدأنا نشتغل من هنا. كانت الامكانيات ضعيفه طبعا في الفتره ديت، وكان الوضع بتاعنا على قدنا، لسه متخرج وما فيش امكانيات. بعد كده احنا لما توجهنا لجهاز تنميه مشروعات، او الحقيقه هو كمان اللي جابنا يعني، مش احنا اللي رحنا له. ازاي عرفت عن الجهاز الاول؟ يعني كان عندك فكره عنه؟ كان عندي فكره عنه، وكان يعني لكن ما كنتش جربت ان انا اروح يعني اطلب منهم قرض او اطلب منهم اي مساعده، لكن هم بالفعل جولنا المصنع بتاعنا وعرضوا علينا ان هم يدونا قرض المعدات او قرض الخامات عشان نطور المنتج بتاعنا يعني. هم اللي عرضوا عليك؟ هم اللي عرضوا علينا الحقيقه. طيب وكانت الشروط بقى عامله ازاي؟ والله هو كان طالب بعض الاوراق، ولكن هم ساعدونا فيها كمان يعني، هم كمان ما بيسيبوناش حاجه يعني. بدايه المشروع بيوجهنا نعمل اوراقنا ازاي عشان نبقى يعني مرخصين او شغالين بشكل رسمي عشان نقدر نتعامل معاهم. وكانت الامور بسيطه مش زي الاول يعني، ما عادش فيه الروتين، وهم مهتمين جدا بالموضوع ده. ان ما يكونش فيه روتين. بالفعل. وهم اللي عملوا دراسه الجدوى للمشروع بتاعك ولا انت اللي كنت عاملها؟ لا هم، انا قلت لهم الفكره طبعا، وان احنا كنا شغالين بشكل يعني صغير بحجم صغير. الفكره وهم الحقيقه يعني الافق عندهم كان واسع، لان هم برضه من ناحيه ثانيه كان يعني حظر على اللعب او يعني تقنين استيراد المنتجات الترفيهيه. هم شافوا ان احنا نقدر يعني ناخد حيز في البلد بان هم يساعدوا المشروع ده. صحيح. طيب ودلوقتي المصنع فيه كام مكنه وفيه كام حد بيشتغل؟ احنا طبعا كنا بادئين في الاول خالص بمكنه واحده يعني، وكانت مكنه والدتي يعني. أيوه. مكنه بسيطه كده، لكن الحمد لله دلوقتي احنا وصلنا لعدد مكن يعني يتعدى 40 مكنه ما شاء الله، بالاضافه لمكن القص الليزر كمان اللي ساعدنا في ان احنا رفعنا الجوده بتاعت المنتج. برضه ده كان بتمويل من جهاز تنميه المشروع. طيب انتوا شغلكم يعني على مدار السنه كلها، ولا بيبقى في مواسم معينه فيها شغل اكتر، يعني مواسم ليها علاقه بالاعياد مثلا؟ والله كنا في الاول بنشتغل على المواسم، لكن دلوقتي يعني لما وصلنا يعني وصلنا لجوده كويسه دلوقتي، بدانا نشتغل في كل يعني دخلنا في كل حاجه تقريبا يعني. في مواسم طبعا على مدار السنه، هي مواسم حوالي 4 أو 5 مواسم بالنسبه لنا احنا. كان اهمهم العيد الحب اللي هو في شهر 2. ايوه. وبعد كده منتجات رمضان، وبعد كده منتجات العيد الكبير، وبعد كده منتجات الكريسماس اللي احنا شغالين فيها اليومين دول. وفتحنا المجال بشكل اوسع، وبنشتغل دلوقتي مع يعني ممكن شركات بتطلب حاجات اشكال خاصه، يعني اماكن ثانيه بعيده عن السوق التقليدي بتطلب شغل بنفسها كهدايا او كلوجو للشركه عندها او كده يعني. بتفكر تكبر مصنعك يا استاذ عصام؟ اكيد طبعا يعني، احنا يعني ده عندنا طموح كبير، واحنا بالفعل خدنا مصنع في مدينه بدر اللي هي بجوار العاصمه الاداريه، ويعني جاري تجهيز مصنع بحجم اكبر، واخدينه برضه من جهاز تنميه المشروعات. انت بس بتستهدف الاسواق المحليه ولا بتفكر تصدر؟ احنا في الفتره اللي فاتت ديت بعد ما يعني بعد ما خدنا الجوده بتاعت المنتج بتاعنا، صدرنا بشكل غير مباشر، لكن ان شاء الله في الايام اللي جايه نصدر بشكل مباشر من خلال يعني اوراقنا احنا يعني. لعب الاطفال طبعا اتغيرت على مدار الزمان يا استاذ عصام، بقت يعني لعب تانيه فيها تفكير تاني، افكار جديده. انت ايه افكارك يعني في لعب الاطفال؟ هل هي لعب بس تقليديه ولا في لعب غير تقليدي؟ احنا طبعا الجزء عندنا جزء شغالين عليه اللي هو الشغل التقليدي اللي هو موجود في السوق اللي بينطلب من اشكاله، كل فتره بتبدا اشكال جديده بنكون موجودين الاشكال ديت. وبالنسبه للافكار اللي عندنا بقى، احنا يعني
مخصصين جزء كده للطلبات الخاصة اللي هي ايه، حد عايز يعمل شخصية معينة شكل معين بنقدر ننفذها له بالشكل اللي هو عايزه، ده بيفتح معانا مجال في التسويق اكبر يعني. ازاي بيحصل تدريب للعاملين اللي بيشتغلوا معاك؟ يعني هل بيخضعوا لبرامج تدريبية؟ انت جبتهم اصحاب مواهب يعني ازاي؟ في طبعا بعض من العمال بيبقى جاي عنده خبره الحياكه او الخياطه بشكل عام. طبعا لما بيجي عندنا بيشتغل في الشغل بتاعنا بياخد فتره تدريب كده، او يعني بيبقى تحت المراقبه في الشغل بتاعه مع توجيهات مننا لحد ما بيبدا يأقلم نفسه على الشغل بتاعنا. هو الشغل عندنا بسيط جدا ما فيهوش اي مشاكل، هو محتاج بس ناس يعني دماغها بتشتغل. بالظبط. طيب التصميمات للعب، هل انتوا اللي بتخترعوا هذه التصميمات ولا هي تصميمات موجوده وانتوا بتصنعوها بس؟ في عندنا بعض الاشكال طبعا يعني بتبقى طريقه، لكنها مش الاشكال بتاعتنا، هي بتبقى اشكال موجوده، احنا بنحاول نكون البديل للمستورد في مصر يعني عشان نقلل من تكلفه الاستيراد. ايوه. وفي اشكال ثانيه دي بتاعتنا احنا الاشكال دي بتاعتنا احنا شغالين عليها. يعني انتوا عندكم افكاركم وبرضه بتنفذوا الافكار اللي كانت موجوده في السوق. بالظبط كده. طيب اخيرا يا استاذ عصام، يعني عايز منك كده تقول زي رساله لاي شاب بيفكر ان هو يفتح مشروع، يفتح مصنع، يفتح مشروعات صغيره او متوسطه او متناهيه الصغر، يعني تقول له ايه بعد تجربتك انت شخصيا مع الجهاز؟ هو في البدايه انا عايز اقول للشباب وكل الناس اللي بتفكر تعمل مشروع، انا بوجههم بشكل خاص للتصنيع، يعني هو التصنيع هو المستقبل اللي جاي ان شاء الله. أيوة. ده يعني مبدئيا، لكن بعد كده ابدا اشتغل بشكل رسمي على طول. يعني موضوع ان انت تشتغل بشكل غير رسمي انت كده مش هتنجح، هو ما تفكرش تستمر. اللي بيفكر يستمر بيتوجه للاماكن المختصه، والامور بقت اسهل بكتير جدا دلوقتي، وبقى في دعم من كل النواحي من جهاز تمويل المشروعات، مش بس في تمويل السيوله او القروض، لكن في معارض بيعملها لنا عشان صحيح منتجاتنا وبيعمل لنا، وطبعا في دورات تدريبيه وفي امور كتيره جدا هو بيساعدنا فيها يعني. فاكيد هيبقى في كل الاستفاده، وده يعني اللي مطلوب، يعني الناس كلها تتوجه بشكل رسمي عشان تستفيد اكتر، وعشان نبقى يعني النجاح قريب ما يبقاش النجاح بعيد ان شاء الله. احنا بنتمنى لك كل التوفيق يا استاذ عصام، مبروك على المصنع وان شاء الله يكبر ويتوسع وتحقق كل احلامك. بشكرك شكرا جزيلا على انك كنت معانا استاذ عصام صالح صاحب مصنع لعب اطفال بالغربية.